50 كوبا من الشاي في جيبك؟ الشاي الطازج رائع، ولكنه غير عملي نوعاً ما في الاستخدام اليومي. كيس الشاي اختراع عظيم، ولكن عمره هو 90 سنة بالفعل، إلى جانب أنه يخلف الكثير من المخلفات والبقع، وتعالج كذلك أكياس الشاي بإضافات لا صلة لها بالشاي نفسه. بصفتنا مخترعي تي بولز، فقد ابتكرنا حلاً عبقرياً يجعل هذه المشكلات شيئاً من الماضي، فنحن نستخدم فقط مستخلص الشاي ذو النكهة النقية، وللحصول عليه نستخدم أجود أوراق الشاي التي نستخلص منها عصارتها فقط، وهذا ما يجعل شاينا رائع المذاق لأنه طبيعي. وتكمن الفكرة العبقرية في الشكل، حبات صغيرة في موزع عملي لتحصل على شاي بمجرد إذابتها في ماء ساخن من الصنبور، أو إذابتها في الماء البارد لصنع مشروب منعش ببساطة دون بقايا. لا يمكن أن يكون أكثر بساطة، وربما الأفضل، يمكن المزج بين جميع النكهات. وبالمناسبة، يمكنك استخدام تي بولز ليس فقط في الشاي، بل يمكنك إضافته إلى الكوكتيلات أو وضعه أثناء الطهي. للتنوع، لأنقى مذاق، للشاي الأكثر عملية في العالم، تي بولز.